المناعه تتعرض اجسامنا بشكل يومي الى الكثير من الميكروبات باختلاف انواعها فهل تعلم ما هو الجهاز المسؤول عن حمايتك من هذه الاجسام الضاره وكيف تتم عمليه الحمايه هذه انه الجهاز المناعي ذلك الجهاز الهام والمعقد والذي يعتبر الجبهه الدفاعيه المسؤوله عن حمايه جسم الانسان من اي شيء غريب يدخل اليه مثل البكتيريا والفيروسات وذلك من خلال استجابه خلايا الدم البيضاء لباقي اجزاء الجهاز المناعي تركيب الجهاز المناعي يتكون الجهاز المناعي من الاجزاء التاليه العقد الليمفاويه ويمكن العثور عليها في كل مناطق الجسم وتتمثل وظيفتها في تصفيه السائل الليمفاوي قبل اعادته للدم والحفاظ على الحجم الطبيعي للدم والضغط في الجسم الغده الزعتريه والتي توجد بشكل كبير الى حد ما عند الرضع وتنمو حتى سن البلوغ ومن بعدها تبدا في الانكماش ببطء وتحل محلها الدهون مع التقدم في السن نخاع العظم وهي الانسجه الصفراء في وسط العظام والتي تنتج خلايا الدم البيضاء ويوجد في عظم الفخذ. الطحال، وهو أكبر جهاز لمفاوي في الجسم، والذي يوجد على اليسار أعلى المعدة، حيث يحتوي على خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى أو المرض، كما يساعد على السيطرة على كمية الدم في الجسم. اللوزتان، وهي زوج من كتل الأنسجة اللينة، وتعد جزءًا من الجهاز اللمفاوي، نظرًا لدورها في الاستجابة للعدوى. الخلايا البيضاء وهي خلايا الدم البيضاء والتي تمثل حوالي واحد في من مكونات الدم ولكن على الرغم من ذلك فإنها تعتبر الذراع الثانية من الجهاز المناعي حيث تكمن وظيفتها في الاستجابة لباقي أجزاء الجهاز المناعي والآن كيف تقوم خلايا الدم البيضاء بدورها؟ يبدأ تشكيل خلايا الدم البيضاء باستمرار من نخاع العظم وتنمو داخله ثم تخرج إلى الدم حيث تبدأ رحلتها في جسم الإنسان والتي تستغرق بين ثلاث إلى اثنتي عشرة ساعة حتى تصل إلى الأنسجة الأخرى والتي تعيش فيها من يومين إلى ثلاثة أيام فقط وخلال رحلة خلايا الدم البيضاء هذه تكون في حالة دائمة من البحث عن العدوى فعندما تطلق البكتيريا المواد الكيميائية لها تبدا خلايا الدم البيضاء في تبطيء حركاتها لتلتصق بجدران الاوعيه الدمويه ثم تدخل الى النسيج المصاب وتستمر بتتبع الاشارات الكيميائيه للعدوى ونتيجه لقيام الجهاز المناعي بتغطيه البكتيريا بالمضادات فهذا يجعلها جاهزه للابتلاع من قبل خلايا الدم البيضاء وتحتجز داخلها وبفعل الانزيمات الهاضمه الموجوده داخل خلايا الدم البيضاء فانها تقوم بقتل هذه البكتيريا وهضمها وبهذا تكون قد انجزت مهمتها وبالتالي يتقلص حجمها وتنقسم الى اجزاء صغيره لتبدا رحلتها في البحث عن عدوى اخرى